الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بفضل سورة الإخلاص يا ربنا لا تكلنا إلى أحد ولا تحوجنا إلى أحد، وأغننا يا ربنا عن كل أحد، يا من إليه المستند وعليه المعتمد، عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه في ملكه ليس له شريك ولا ولد. أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، نصرت عبدك وأعززت جندك وهزمت الأحزاب وحدك، لا شيء قبلك ولا شيء بعدك. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم وسار على دربهم واقتفى أثرهم واستنى سنتهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الأكارم، حديثنا في هذا اليوم المبارك عن القلق وأسبابه وعلاجه. هذا القلق والتشاؤم الذي انتشر عند كثير من أبنائنا، عند كثير من آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا، وبدأت معه الأعراض النفسية تنتشر حتى شعر الناس بأمراض ما كان يشعر بها أسلافهم من قبل. وإن السبب الرئيسي في إصابة الإنسان بتلكم المصائب في مقدمتها القلق والتشاؤم الذي ما سلم منه إلا أهل الإيمان الحق في هذا الزمان. فإذا خوى القلب من الإيمان وضعف اهتز واضطرب لكل عارف يتعرضه وتحير لكل مشكلة في طريقه. إذا خوى القلب من الإيمان ضعفت الثقة بالله وانعدم الاطمئنان، فينتج عن كل ذلك القلق والاضطراب. معاشر الكرام، يتولد القلق من أربعة أشياء، وهذا ما سنتحدث عنه في هذه الخطبة. أولاً الخوف على الحياة، اثنين الخوف على الرزق، ثلاثة يتولد القلق من حصول شيء مكروه، رابعاً يتولد من فوات شيء محبوب. فهذه الأمور الأربعة تسبب القلق للإنسان. أخي الغالي أختي الغالي، إن الإيمان بالله سبحانه وتعالى قد طمأنك على هذه الأشياء، طمأنك على الحياة، وأخبرنا بأن الحياة ليست بيد أحد في الأرض، ليست بيد المخلوق، إنما بيد الخالق سبحانه وتعالى بيد الله. فلو اجتمع كل أهل الأرض على أن يقدموا أجلك لحظة واحدة، ثانية واحدة، ما أذن الله بها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فعن الحارث بن الخزرج عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ونظر النبي إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار فقال: يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن. فقال ملك الموت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: طب نفسا وقر عينا واعلم بأني بكل مؤمن رفيق، واعلم يا محمد أني لا أقبض روح ابن آدم، فإذا صرخ صارخ من أهله قمت في الدار ومعي روحه. فقلت: ما هذا الصارخ؟ والله ما ظلمناه ولا سبقنا أجله ولا استعجلنا قدره، وما لنا في قبضه من ذنب. فإن ترضوا بما صنع الله تؤجروا، وإن تسخطوا تأثموا وتوزروا، وإنا لنا عندكم بعد عودة وعودة. فالحذر الحذر، وما من أهل بيت شعر ولا مدل، بر ولا فاجر، سهل ولا جبل، إلا أنا أتصفحهم في كل يوم وليلة، حتى لأنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. والله يا محمد لو أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو أذن لي بقبضها. نعم أيها الأفاضل، قضية الموت طمأنك الله عليها، فلا تجعلها هاجسا مخيفا يعطل حياتك، إلا أن يكون تفكيرك في الموت للعظة والتقرب إلى الله، فهذا أمر مطلوب. السبب الثاني من أسباب حصول القلق والتشاؤم والخوف هو التفكير في الرزق.
والرزق أيها الأحبة مكفول ومقسوم. قال الله سبحانه وتعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وقال أيضا: وما من دابة في الأرض إلا على الله ليس على المخلوق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أمم هائلة في الأرض كلهم رزقهم على الله، أفيضيق رزق الله بك أنت؟ بعض الناس أيها الأحباب يغتم ويهتم ويضيق حاله إذا فصل من الوظيفة. وهل انقطع رزق الله لك؟ هل لله سبحانه وتعالى قال: ورزقكم في الوظيفة وإلا في المؤسسة وإلا في بلد معين؟ لا، بل قال الله سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم، وثق صلتك بخالقك، وثق صلتك بخالق السماء، يأتيك رزق الله من حيث لا تحتسب. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: إنه لن تموت نفس، أسمع الحديث النبوي، إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والله والله أيمان مكررة ثلاثة عن يمين بعد فنيها، لو أن في صخرة صما ململمة في البحر راسية بنس نواحيها رزق للعبد يراها لم فرقت حتى تؤدي إليها كل ما فيها. فلماذا نكثر الهم والتفكير؟ والله سبحانه وتعالى ولي التدبير. لما خلقوا ولما تشاءوا، والأمر بيد الخالق سبحانه وتعالى رب الفلق. علي أن خاف في المستقبل، والحال أن الذي كفلنا ورزقنا ورعانا وأحاطنا وأمدنا وأنعم علينا ونظف بنا في الماضي هو الذي يحفظنا في الحاضر، هو الذي يحفظنا في المستقبل، هو سبحانه الذي يتولانا في المستقبل. لا ينقطع إمداده لنا ولا يتخلى عنا ولا ينسانا. فلما تهتم ولما تغتم وتنشغل عن الله سبحانه وتعالى، وهو الذي كتب لك رزقك قبل خلق الخلق. مع ما نعيشه هذه الأيام من إغلاق بعض المخابز في بلادنا، أذكر نفسي وإخواني بما قاله أحد السلف لما سألوه. قيل له: يا إمام، لقد أصبح رغيف الخبز بدينار. قال: إذا غلت الأسعار اخفضوها بالاستغفار. ونحن شو حديثنا بالقهاوي؟ شو حديثنا لما نجتمعوا الدنيا غلت، مشيت الدنيا ونسينا أن الرزق شكون؟ هو الله سبحانه وتعالى. شو قال لهم؟ قالوا: اخفضوها بالاستغفار. والله ما همني ذلك ولو أصبحت حبة القمح بدينار، فإن الذي يرزقنا في الرخص هو الذي يرزقنا في الغلاء. أنا عبد الله كما أمرني، وهو يرزقني كما وعدني. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أما السبب الثالث من أسباب حصول القلق فهو حصول مكروه من مرض أو حادث لا سمح الله، وإلا موت أحد الأبناء وإلا الأقرباء وإلا الأعزاء، فربما سبب ذلك قلقا لدى بعض الناس. ولكن يا أخوي يا أختي، إذا عرفت أن هذا المكروه أو المصيبة بقدر الله، وأنك إذا رضيت بهذا القدر عوضك الله خيرا منها في الدنيا وبالأجر الجزيل في الآخرة، وإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى يبتليك عليه ليرفع منزلتك ويكفر من خطيئتك، إذا كان استشعرت هذا زال عنك القلق وكنت راضيا بقضاء الله. والله سبحانه وتعالى يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ما نخش غادي، كمل الآية: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولهذا يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: ما ابتليت بمصيبة، اسمعوا المتعلم على يد المعلم، صلوا
عظيمة. ماذا يقول؟ يقول: ما ابتليت بمصيبة إلا كان لله فيها علي أربع نعم. قالوا: كيفاش يا عمر؟ قال: أولا أنها لم تكن في ديني. كل مصيبة مرحبا بها إلا أن الإنسان يصاب في دينه. فكانش علمنا سيدنا صلى الله عليه وسلم باش نقول يوميا: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. ثانيا أنها لم تكن بأعظم منها. ثالثا أن الله ألهمني الصبر عليها. رابعا أن الله وعدني بالثواب عليها يوم القيامة. بهذا الشعور أيها الإخوة الأكارم تتحول المحن إلى منح، وتتحول المحن إلى نعم. وبشر الصابرين. مش كلام فيلسوف، مش كلام مخلوق، الله هو المتكلم. قال: وبشر الصابرين. أراه الصبر قلبا وقالبا، في قلبك وكذلك يصدقها تصدقه الجوارح. قال: وبشر الصابرين. شكون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قال: يا حليلي. ولا قالوا: علاش يا ربي كان آنا؟ لا، قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف محلاها الآيات. أقسم ربي شو يقول: أولئك عليهم صلوات من ربه ورحمة. تصور رب العزة يصلي عليك: إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا قلت ذلك عند المصيبة: الحمد لله. فقط لما تصيبك أي حكاية تقول: الحمد لله، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أخلف الله عليك خيرا وجبر مصيبتك في الدنيا والآخرة. معاشر المؤمنين، ونذكر الآن السبب الرابع من أسباب حصول القلق والخوف في النفس، ألا وهو فوات شيء محبوب. كمن يقدم مثلا في وظيفة قيمة ولم يحصل عليها، وإذا مشى قدم للزواج ممن يرغب فيها ولكن أهلها ردوه، أو كانت هناك صفقة وإلا معاملة تجارية رابحة فسبقه الناس إليها، فربما يحصل لديه شيء من القلق والابتئاب. ولو وجد لديه الإيمان شو يقول؟ يقول: يا خسارة، وإلا يقول: قدر الله وما شاء فعل. لازم يقول: قدر الله وما شاء فعل، لعل ذلك خيرا صرفه الله سبحانه وتعالى عليه. وفي الحديث: أتاني جبريل فقال: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول: إن من عبادي. أرجو يا الأخوة الأخوات الحاضرين معايا أربع حاجات باش نقولوهم. قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم تسليما، كل واحد يشوف روحه وين. يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول: إنه من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالغنى، ولو أفقرته لكفر. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالقلة، ولو أغنيته لفقر. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالسقم، ولو أصححته لكفر. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالصحة، ولو أسقمته لكفر. تلك أيها الأحبة في الله ما ذكرته الآن من أسباب أربعة يحصل بسببها القلق، وسببها الرئيسي هو ضعف الإيمان وسوء الظن بالله وارتكاب المعاصي. هذه المعاصي وخاصة معاصي الخلوات تبدأ قدام الناس قديس، بتبدأ وحدك كإبليس. رد بالك أنك ستجي من المعاصي الخلوات. المعاصي والموبقات هي التي تولد القلق، فإن العاصي يهرب من الواقع إلى المعصية من أجل أن يسعد. ماشي في باله كتكثر عليه الهموم يمشي يعمل معصية، ويمشي للغيبة والنميمة، ويحب يفضفض قلبه على فلان وفلتان، ماشي في باله باش يسعد، فيعاقبه الله سبحانه وتعالى بنقيض قصده وفعله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا بطاعته، وأن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا من الشاكرين عند النعماء الصابرين على البلاء. هو سبحانه وتعالى ولي ذلك.
ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ويا سعد من صلى على سيدنا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، تقول لي هل سمعت أنا أسباب القلق؟ وننهار كل عايش في القلق، شو نعمل؟ أعطيني العلاج، يا إمام ما في تكلمنا على القلق، أعطيني العلاج، أنا أقول لك سأعطيك العلاج، لكن قبل العلاج صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطانا هذا العلاج. وقال صلى الله عليه وسلم أن أول سبب وأول ما يلتجئ إليه المخلوق عند القلق الصلاة. وما أدراك ما الصلاة؟ لا أقول هذا بناء على تحليلات طبية وإلا عقاقير وإلا نحو، لا، إنما أقوله من منطلق الثقة بالله تعالى الذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. أول سبب لأسباب العلاج هو كما قلت الصلاة. فالصلاة أيها الأحباب علاج لكل الأمراض النفسية. لما ابعدنا على ربي، لما انهله الإيمان بتاعنا، ولينا نمشي للعرافة الفلانية والعرافة الفلانية ونخلو ربي سبحانه وتعالى، نخلو السلاح اللي اعطاهولنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لما يحسبه أمر صلى الله عليه وسلم يفزع إلى الصلاة. أنا أقول لك يا أخويا، لما تقلق وتحس بضيق وتحس أن النفس بتاعك ضيقة، توضأ وضوءك كأنك ستقابل ربك وقتها، وصلي ركعتين، ركعتين ودع لهذه الدنيا، والله سيزول عنك ما تجده بإذن الله سبحانه وتعالى. أراه كان سيدنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر وأغمه شيء دخل في الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال. ونحن توا أي الإمام وقتاش يكمل خلي يمشي عند الماتش طيب توا، والناس بعيدة عن الصلاة وبعيدة عن حق الله. بالله عليك، هل الذي ستقابله وأنت تتسرع في صلاتك خير من لقاء الله؟ لابد أن نراجع أنفسنا أيها الأحباب، أين صلاتنا؟ الصلاة هي أول حاجة سيحاسب عنها الإنسان، إذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر العمل. قد أفلح المؤمنون شون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأل الله أن يرزقنا الخشوع في الصلاة. فلا بد أن تصلي وأنت مستحضرا فيها قلبك، مستشعرا عظمة ربك، مستشعرا من تناجيه وتناديه وتقول أمن يجيب المضطر، تحكي مع ربي، تحكي بقلبك مش بلسانك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. هكذا تعيش مع الله سبحانه وتعالى، هذه آية نقرأها في سورة النمل، وكذلك تتفكر وتتدبر في تلك الآيات اللي قالها ربي سبحانه وتعالى وخليناها ورانا. نحن توا يا جماعة نقولوها عن مرارة، كثر الموت في بلادنا ونمشوا للجنائز ونشوف الحديث بتاع الدنيا كيف في المقر والعياذ بالله، كيفاش الواحد قاعد بخبر فيهم يتكيف مشان الدخان تتكيف، وين قلوبنا؟ ربي شو يقول؟ لو انزلنا، اسمع لي اسمع، لو انزلنا هذا القران على جبل، مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق. ايش قال فيه ربي؟ لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. ما فيش ايه لا، قالوا تلك الامثال نضربها لشكون؟ للناس لعلهم يتفكرون. الاسلوب الثاني ايها الاحباب بعد الصلاه هو قراءه القران. فقد جاء في القران الكريم دلاله صريحه ان القران شفاء لما في الصدور. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور، وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نحن نقرأ بغير تدبر، لا، رب
رب أنزل القرآن للتدبر، شوفوا لرب سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك علاش ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم يا عباد الله، إن الذي يترك ويهجر القرآن، اسمعني الله يصلح بالك، إن الذي يترك ويهجر القرآن ما تنجمش تقرأ أسمع، ما تنجمش تسمع أقرأ، رد بالك تقعد على القرآن. إن الذي يهجر ويترك القرآن يمرض قلبه. يا أيها الأحبة، إذا مرض القلب وذاق كثير منا أنه يبحث على العلاج في غير القرآن، يمشي يسمع الموسيقى الصاخبة، يمشي يتكلم فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا معلوم أنه سيزداد مرضا. ربي شو يقول سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام، فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ربه يقول قديش سبح المرة في اليوم، قديش نقرأ القرآن في اليوم، قديش واحد منا ما قرأش القرآن بكين إلا في ختمة رمضان، نحسب أنفسنا الله يصلح بالنا. فالعلاج والشفاء بشنو؟ بالقرآن الكريم. أما الأسلوب الرباني والذي تعلمناه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ذكر الله تعالى. اعلم واعلمي أن كثرة ذكر الله تحيط بالقلب من جميع جوانبه وتحول بينه وبين جميع أسباب الفساد والضلال، لأنك بذكر الله تكون في معية الله وحفظه. ذكر رب يا جماعة، ربي سبحانه وتعالى قالنا على لسان سيدنا نوح: إذا كان واحد تاعب نفسانيا بدنيا تاعب مريض قل له استغفر، خاطر ربي هو اللي قال: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا أسمع ويزدكم قوة إلى قوتكم. بالاستغفار تقوى المناعة، بالاستغفار تقوى مناعة الإنسان. أما السبب الرابع وهو ذكر الله كما ذكرتم، وتأملوا قول الله تعالى: والله لما نجي نقرأ الآية هذه والله نحن نقشعر، أشكر ربي سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. تصور أنك تذكر ربي، ربي يذكرك، لكن ربي بيت الصراط قال: نسأل الله فنسيهم. نسأل الله أن نكون من الذاكرين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفنا بالذكر أينما كنا. والعلاج الأخير أيها الأفاضل هو الدعاء، وما أدراك ما الدعاء؟ لقوله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. مسمع في حين رد بالك يقول زعم ربي يستجيب لي، هل دعيت برشا مرات ما استجبليش؟ لا، رد بالك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني وين؟ مش في السماء، رد بالكم فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا وصلوا وسلموا على من أمركم بالصلاة عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، صل على سيدنا محمد في كل آل وحيد. اللهم يا رب ارحمنا بالقرآن، أكرمنا بالقرآن، لا تهنا بالقرآن، ارفع شأننا بالقرآن، حسن أخلاقنا بالقرآن، طيب أرزاقنا بالقرآن، يسر اللهم لنا حفظ القرآن، يسر اللهم لنا فهم القرآن، وارزقنا يا رب العمل بالقرآن يا حنان ويا منان. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وانتشارنا من بعده انتشارا سالما معصوما. يا رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا من ذريتنا شقيا ولا محروما. اللهم ردنا اليك ردا جميلا يا الله، اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، بارك في ابائنا وامهاتنا وزوجاتنا وبناتنا واولادنا، اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا احفظ بلدنا تونس من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ جيشها وشعبها وامنها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا في غزه، اللهم يا رب انصر اخواننا في غزه، اللهم يا رب انصرهم نصرا واسهارا كما جمعتنا في هذه اللحظات، فاجمعنا في المسجد الاقصى يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اخرج من اصلابنا من يفتح بيت المقدس يا ارحم الراحمين. اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين. اللهم طهر افئدتنا، اللهم طهر افئدتنا، اللهم
اشرح بالصلاه على سيدنا رسول الله قلوبنا وصدورنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اسكن سترك وعفوك ومنك علينا، ستر العرش مسؤول علينا وعن الله ناظره الينا، بحول الله لا يقدر علينا. اللهم نجعل ابنائنا في امتحاناتهم يا ارحم الراحمين، الهمهم الاجابه الصحيحه يا ارحم الراحمين. اللهم يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين، هذا الدعاء ومنك الاجابه، فلا تردنا يا ربنا خائبين. صل وسلم وبارك على طب القلوب ودوائها، نور الابصار وضيائها، عافيه الابدان وشفائها، سيدنا وحبيبنا وقره عيننا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. واقم الصلاه.